كنت اردت ان اواصل الحديث مع حادث الهجرة المحمدية، لولا احداث جسام اعترضت طريقي فلقد طالعتنا جريبة الاخبار اللاغراء بمقال يوم الاحد الماضي الموافق 9 من ديسمبر. هذا المقال كله كفر وضلال، ولذلك فانني استأذن السيد الجليل محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، استأذنه ان يحضر الينا الان لنعرض امامه القضية بملفاتها من الفها الى يائها، ويصدر حكمه فيما نشرته الجريدة. ايها السادة الاعزاء، مع الدرس 45 بعد 103، انتقل بحضراتكم الان الى محكمة الاسلام العليا برئاسة السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الان امام محكمة كتب على بابها انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. وارى امامي الان وجه الحبيب يتألق على منصة القضاء، وعن يمينه ابو بكر الصديق عضو اليمين، وعن يمينه من الجهة الاخرى ارى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، وارى ممثل الادعاء علي بن ابي طالب، واراني واقفا امام بلال بن رباح، اراني واقفا في ساحة العدالة، في ساحة القضاء. سيدي يا رسول الله، انا ما وقفت مدافعا عنك، فلست في حاجة الى دفاعي ولا دفاع اهل الارض جميعا، لان الذي يدافع عنك هو الله، هو الله، هو الله الذي قال لك عندما ارسل الامين جبريل اليك ذات يوم، قال لك جبريل يا رسول الله اتدري بما رفع الله ذكرك؟ فقلت له الله اعلم يا جبريل. فقال لك جبريل يا رسول الله ان السلام يقرئك السلام، ويقول لك لقد رفعت ذكرك بان اسمي لا يذكر الا ومعه اسمك. نقولها في الاذان، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. نقولها في الإقامة، نقولها عندما ننام على فراش الموت، نقولها في القرآن الكريم، نقولها في الحديث الشريف، لا يذكر اسم الله إلا ومعه اسم الحبيب محمد. سيدي يا رسول الله،
ان صاحب المقال يعمل مستشارا في محاكم مصر، واذا ضل المستشار فكيف يكون حال المستشير؟ اذا ضل المستشار وغوى وجلس على منصة القضاء فكيف يكون حال المستشير والمستشار مؤتمن؟ ماذا قال سيادة المستشار في مقال احتوى على 5 أعمدة في جريدة الاخبار؟ قال مقالا تحت عنوان الاسلام والاديان، الاسلام والاديان. وبعدما قرأت المقال وفهمت ما وراء سطوره اعرض على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم قرار الاتهام دون مزايدة ولا مناقصة. اسمع يا سيدي يا رسول الله، نص قرار الاتهام الذي نشرته صحيفتنا في مصر المسلمة، في مصر بلد الازهر الشريف. قال السيد المستشار ما خلاصته؟ ان اليهود والنصارى مسلمون. ثانيا، اليهود والنصارى ليسوا مكلفين بالايمان بمحمد، سواء امنوا بمحمد او لم يؤمنوا بمحمد فليسوا مكلفين بالايمان بمحمد. ثالثا، وما دام اليهود والنصارى مسلمين وليسوا مكلفين بالايمان بمحمد فانهم ناجون وداخلون الجنة ومسلمون ولهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسمعوا يا سادة، اسمعوا السيد المستشار. ولقد عجبت عندما قرأت اسمه، حسبته بطرس او حسبته ديان، ولكن للأسف اسمه محمد. انا لا اخشى على الاسلام من اعدائه، انما اخشى على الاسلام من ادعيائه. ما دليلك يا سيادة المستشار على ما قررت من هذه المبادئ؟ اسمعوا ماذا قال. اليهود والنصارى مسلمون لان الاسلام هو دين جميع الانبياء، وساق حشدا من الايات القرآنية الكريمة. قال ان الله قال عن نوح: فان توليتم فما سألتكم من اجر، ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين. وقال عن ابراهيم اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. وقال عن موسى: يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. وقال عن عيسى: واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. وقال في القرآن: ان الدين عند الله الاسلام. وقال عن الربانيين والاحبار: يحكم بها النبيون الذين اسلموا. هذا عرضه
وتلك آيات ساقها يريد أن يستدل بها على أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لا داعي إليه. ونحن نجيب على الأدلة دليلا دليلا. سيادة المستشار، ليتك تقرأ الآيات بعناية، وليتك تقرأها وعقلك حاضر. أتحداك لو جئت بآية من هذه الآيات تثبت لنا أن اليهود مسلمون وأن النصارى مسلمون ولو لم يؤمنوا بمحمد. الآية الأولى على لسان نوح، فهل كان نوح يهوديا أو نصرانيا؟ الآية الثانية على لسان إبراهيم، هل كان إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ ولو كانت اليهودية هي الإسلام، ولو كانت النصرانية هي الإسلام، فلماذا قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين؟ اسمعوا ايها السادة هذه الآية، لو كانت اليهودية هي الإسلام ولو كانت النصرانية هي الإسلام فلماذا قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما؟ لو كانت اليهودية هي الإسلام أيقول مولانا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان يهوديا ونصرانيا؟ ما دام الإسلام هو اليهودية فلماذا جاء القرآن بحرف الاستدراك وهو لكن، ولكن كان حنيفا مسلما؟ لو كان الإسلام هو اليهودية ما قال الله ما كان إبراهيم يهوديا وما قال ما كان نصرانيا، فكيف ينفي الله ما أثبته وكيف يثبت الله ما نفاه؟ والاستدراك في اللغة العربية إن كان المستشار يفهم ألفها أو باعها، الاستدراك في اللغة العربية هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. كما تقول الشمس مطلعة لكن المطر نازل، فقوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا نفي لليهودية ولا نصرانيا نفي للنصرانية ولكن كان حنيفا مسلما إثبات للإسلام، ومتى ثبت لإبراهيم الإسلام فقد انتفى عنه اليهودية والنصرانية، لأن اليهودية والنصرانية ضدان للإسلام والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، نقيضان للإسلام والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فكيف تحكم بالإسلام على يهودي أو نصراني؟ والله نفى الإسلام عن كل يهودي وعن كل نصراني. إذا فالآيات التي ساقها لا تعطينا إشارة ولا عبارة ولا تلميحا ولا تصريحا عن أن اليهود مسلمون أو النصارى مسلمون. أي شيء في الآيات؟ إن الله تعالى قال على لسان عيسى
واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي. قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. حكم الله على الحواريين بالاسلام لانهم امنوا بالله ورسوله عيسى. فاذا حكم الله على الحواريين بالاسلام لانهم امنوا بالله ورسوله ينسحب الحكم على من كفر بعد ذلك بسيدنا محمد؟ لا. اسمع معي يا سيادة المستشار قول الله تعالى وهو يوجب الايمان بمحمد، وان الايمان بمحمد ركن ركين من اركان الاسلام. اسمع الى قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. ثم اسمع يا سيدي، اسمع ان كان لك اذنان تسمع، ان كان لك اذنان تسمع بهما يا استاذ علم التضليل في مصر. اسمع الى قوله تعالى وهو يخاطب اهل الكتاب من اليهود والنصارى فيقول يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، فامنوا بالله ورسله. ومن ضمن رسله سيد الانبياء محمد، فكيف يأمرهم الله بالايمان بالرسل وانت تقول ان الايمان بمحمد ليس ركنا من اركان الاسلام؟ لماذا ومن اين جئت بهذا الكلام؟ قال سيادته ان الذين يكلفون بالايمان بمحمد هم الكفار والمشركون، اما اليهود والنصارى فليسوا كفارا وليسوا مشركين ولذلك لا يؤمرون بالايمان بمحمد. قلت له كذبت وقلت ضلالا، لان اليهود والنصارى حكم الله عليهم بالكفر، ولو قرأت سورة البينة لسمعت هذا الحكم. قال تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. كفروا من اهل الكتاب اذا فقد حكم الله عليهم بالكفر، اذا فهم مكلفون بالايمان بمحمد. والله تعالى يقول لحبيبه محمد يا حبيبي يا محمد وعزتي وجلالي لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد، فكيف تحكم لهم بالاسلام وقد حكم الله عليهم بالكفر في آية صريحة في آية واضحة؟ ان الذين كفروا من اهل الكتاب كلام من هذا؟ كلام الميثاق،
كلام ورقة اكتوبر، كلام من هذا؟ انه كلام الله، وكلام الله صدق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يا اهل الكتاب، يا اهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، فامنوا بالله ورسله. وانا هنا اسألك سؤالا، اتقول ان محمد رسول ام غير رسول؟ ان قلت انه ليس برسول فانت كافر كافر كافر، وان قلت انه رسول فان الله قال فامنوا بالله ورسله، فلماذا اخرجت محمدا من ضمن الرسل؟ اجب على هذا السؤال يا مستشار الضلال، يا من فتح لك موسى صبري جرجس، يا من فتح لك جرجس ابواب صحيفته في بلد ضاع فيه الاخلاص ومات منه المخلصون، في بلد مات فيه الشجعان، في بلد ضاع فيه الحق شهيد الحق قنطره يتيما بارض ضيعت فيها اليتامى، اقام على الشفاء بها غريبا ومر على القلوب فما اقام. الى هذا الحد يصل التبجح؟ الى هذا الحد يفتن الناس في دينهم؟ هل كنا نتوقع ان مستشارا يجلس على كرسي القضاء في مصر ليحكم على هذا ويحكم على ذاك وهكذا، يجلس ليقول للمسلمين، يقول ل40 مليون مسلم في مصر ليس الايمان بمحمد واجبا، ليس الايمان بمحمد من اركان الاسلام. يا ثيابة المستشار، لماذا محمد بالذات تدعو الى اننا لا يشترط ان يؤمن به المؤمنون؟ لماذا محمد بالذات؟ لماذا محمد بالذات؟ والله تعالى يخاطب الامة جمعاء ويقول ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما. كيف تفرق بين الانبياء وبين رسول الله محمد؟ لماذا لم تقل ان اليهود ليسوا مكلفين بالايمان بعيسى، او ان النصارى ليسوا مكلفين بالايمان بموسى؟ لماذا محمد بالذات؟ لماذا محمد بالذات تدعو الى عدم الايمان به؟ لماذا محمد بالذات يا سيادة المستشار؟ والله تعالى يقول للامة الى ان تقوم الساعة، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. من هذا الرسول يا رب؟ أموسى؟ أعيسى؟ أنوح؟ أبراهيم؟ ألوط؟ أصالح؟ أهود؟ أشعيب؟ أهارون؟ أعيسى؟ أزكريا؟ أيحيى؟ من هذا؟ اسمع إلى قوله تعالى وهو يبين لنا من هذا، فيقول محمد رسول الله.
اسمع يا سيادة المستشار، لا سمعت، اسمعوا يا اهل الضلال في مصر، ان دين الاسلام يطعن في وصوله، ان الضربات الطائشة موجهة الى قواعد الاسلام التي قعدها الواحد الديان. ولكني اطمئنك يا مستشارنا، واطمئن العصابة التي تعمل من خلفك وتكتب لك هذا الكلام، اطمئنك واطمئن الذين اراك، اقول لهم كلمة واحدة، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اطمئنه، الاسلام صخرة لا يمكن لاحد ان يزحزحها، الاسلام شمس لا يمكن لاحد ان يطفئ نورها، الاسلام قمر لا يمكن لاحد ان يخمد شعاعه. ان مثلك يا سيادة المستشار مع الاسلام كمثل ذبابة تحاول ان تحجب بجناحيها ضوء الشمس او نور القمر. يا سيادة المستشار، ان مثلك مع الاسلام كمثل ذبابة وهنانة واهية تحاول في وضح النهار ان تحجب بجناحيها ضوء الشمس، وتحاول في ظلام الليل ليلة التمام ان تحجب بجناحيها نور القمر. فمن تكون يا ذبابة؟ من تكون ايتها الذبابة؟ لا شيء. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. من هذا الرسول يا رب؟ محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد، وكلمة محمد فيها في تامينات ميم حه ميم دال، محمد، وسنظل نقول محمد على رغم الانوف الحاسدة، محمد رسول الله على رغم الانوف الحاقدة، محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. يا رب لمن تقول هذا الكلام؟ يقوله لليهود والنصارى. لماذا؟ لان الله قال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فعذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالتوراة هو كتاب اليهود، والانجيل هو كتاب النصارى، ومحمد بشر به في التوراة والانجيل. فمن لم يؤمن بمحمد من اهل التوراة او من اهل الانجيل فلا ايمان له عند الله رب العالمين. اسمع يا سيادة المستشار، ألم تقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
امنوا بالله ورسوله. اتدري من رسوله؟ محمد. اتؤمن به يا سيادة المستشار؟ لو كان قلبك خالصا لأطعته، ان المحب لمن يحب مطيعه. لو كان قلبك صافيا ما قلت هذا الكلام. تعالوا ايها السادة لنصحح لسيادته آية ما فهم منها شيئا. استشهد سيادة المستشار بآية في سورة البقرة يقول فيها مولانا تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سيادة المستشار: إن الآية حكمت على اليهود وحكمت على النصارى وحكمت على الصابئين بأنهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولم تقل الآية من آمن بالله واليوم الآخر ومحمد. فما دامت الآية لم تذكر الإيمان بمحمد، فليس شرطا على اليهود والنصارى أن يؤمنوا بمحمد. أسمعتم إلى أي حد تبلغ الفوضى في بلد دينه الإسلام أن ينشر مثل هذه السموم؟ وهل كل الناس على درجة من الوعي بحيث يستطيعون ان يناقشوا مضلل المسلمين؟ هل كل الناس بدرجة من الوعي بحيث لو قرأوا هذه الآية الكريمة يحكمون على ان المستشار لم يفهمها؟ ان هناك ناسا يحكمون على الاشياء بقائلها، فما دام القائل مستشارا ستجد الذي يقرأ المقال يقول لك: وهل انت تفهم احسن من المستشار؟ اخرف يا اخي، اخرف يا اخي، لا تتكلم، ان الذي قالها مستشار. وانا من هذا المكان اشهد ان هذا المستشار لا يعرف من الدين الا اسمه ولا من المصحف الا رسمه. مستشار في قانونه، اما في قانون الله فانا اتحداه من هذا المكان لو اعرض لنا اين خبر انا في قوله تعالى: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، اين خبر انا؟ اين خبر انا يا سيادة المستشار، يا من تفسر القرآن على هواك؟ اين خبر انا يا خريج الحقوق؟ اين خبر انا يا من ضيعت الحقوق؟ اين خبر انا؟ ان التلاميذ الصغار يدرسون في المراحل الاولى ان لإن اسما وخبرا. والله الذي لا اله الا هو، لو ان المستشار دلنا على خبر إن ما سمحت لنفسي ان اصعد هذا المنبر بعد اليوم. لو قال لنا اين خبر انا ما كان لي الحق ان ارد عليه، لانني وقتها اكون قد رددت على عالم ولست ادري. لست ادري لماذا يقصدون الصحف ولا ياتون الى هذا المسجد. لو كان عند المستشار شجاعة ادبية فاننا ندعوه لزيارة هذا المسجد لنناقشه الحساب امام اهل الحق. لو كان عنده شجاعة فليأتي الى المسجد. اين خبر انا سيادة المستشار؟ هل قال الله تعالى:
ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا، لو قال ذلك لكان لك الحق ان تقول ان اليهود داخلوها وان النصارى داخلوها والصابئين داخلوها ولو لم يؤمنوا بمحمد. لكن الله تعالى حكيم ودقيق في كلامه واحكامه، اشترط في دخول اليهود والنصارى والصابئين، والصابئون هم عبدة الكواكب الذين عبدوا النجوم والقمر، ان الله اشترط في دخولهم الجنة ان يؤمنوا في دخولهم الجنة قوله من آمن بالله واليوم الآخر. فتعال لأناقشك الحساب في هذا القيد الذي قيده الله، وفي هذا الشرط الذي اشترطه الله. تعال أناقشك الحساب أمام هذا الشرط الذي اشترطه الله في نجاة هؤلاء. إن الله قال من آمن بالله واليوم الآخر. هل اليهود امنوا بالله؟ اجب عن هذا السؤال. هل اليهود امنوا بالله؟ هل النصارى امنوا بالله؟ اقرا قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ما هو الايمان بالله يا سيادة المستشار؟ هل الايمان بالله كما قالت اليهود ان الله نزل من سمائه في مصارعة ليعقوب في البرية؟ اليهود قالوا هذا الكلام في التوراة المحرفة، قالوا ان الله نزل من السماء ودخل مع يعقوب في مصارعة، صرعوا كأن ربنا محمد علي كلاي دخل مع يعقوب في دور مصارعة والاثنين صرعوا بعض وربنا رفض، وكانت نتيجة المباراة ان كاد الله يصرع يعقوب وانتهت المباراة 0-0. هذا هو كلام اليهود في التوراة المحرفة المحرفة. اليهود قالوا في التوراة ان الله نزل من سمائه ودخل الجنة واخذ ينادي على ادم وادم هربان من الله. اختبأ ادم في شجرة فناداه الله اين انت يا ادم كأن الله لا يرى. هل هذا هو الايمان يا سيادة المستشار؟ اتريد يا سيادة المستشار ان تمدح اليهود قبل ان يأتي سفير اسرائيل الى مصر حتى يبحث لك عن منصب؟ اسأل الله ان تذهب سفيرا الى اسرائيل حتى يحشرك الله معهم يوم القيامة. تخطيط ناس يعرفون من اين توكل الكتف. ان المقال نزل في وقته المناسب، فاليهود قادمون ويريد السيادة ان يضع قدمه قبل قدومهم فيحكم لهم بدخول الجنة. هل ايمان اليهود بالله ان يعتقدوا ان الله صار على يعقوب او ان الله دخل الجنة يبحث عن ادم وادم مختبئ في اشجار الجنة والله ينادي عليه اين انت يا ادم؟ بيلعب الصغناية في الجنة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هل هذا هو ايمان اليهود؟ هل ايمان اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة؟ هل ايمان اليهود الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء؟ ايمان اليهود؟ هل اليهود امنوا بالله وقالوا عزير ابن الله؟ اجبنا يا سيادة المستشار. اي ايمان تريد؟ اي ايمان تريد حتى تدخل اليهود والنصارى الجنة؟ اي ايمان تقصد؟
النصارى آمنوا بالله؟ ألم تقل قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أي إيمان؟ إيمان قوم قالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عدا، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. اي ايمان، اي ايمان تقصد يا جاهل؟ اي ايمان تقصد يا جهول؟ ايمان قوم جعلوا الله جسما، ام ايمان قوم جعلوا لله صاحبة وولدا؟ اذا لا ايمان عند هؤلاء ولا ايمان عند اولئك. وانني اقول لك ان الايمان بالله يقتضي الايمان بكلام الله، فمن امن بان الله واحد ولم يؤمن بالقرآن الكريم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو كافر. واذا كان الامر كذلك فان الله يبين لنا الايمان بعبارة واضحة: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، لا بين موسى ولا بين عيسى ولا بين محمد، الكل واحد. وقالوا سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، اظنني قد اقلت عليك ولكن لي عذري، فان الدفاع عن الاسلام واجب مقدس اذا ما انتشر اهل الضلال. ايها الاخوة الاعزاء، ها انا ذا قد وضعت دفاعي امام الحبيب محمد، والحكم يصدر بعد جلسة الاستراحة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. معشر السادة، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون.